أبو منو؟ أبو نور. حياك الله، الله يحفظ لك نور يا رب. الله يرضى عليك ويرزقكم الصحة والسلامة جميع إن شاء الله. جميع الله يسلمك. شلون أكثر عندك البنات لو الولد؟ أنا تعادل مسوي. شلون يعني؟ ثلاثة كل يعني ثلاثة ولد ثلاثة بنات؟ نعم. عافية عليك عميش، حاسم الموضوع. اي طبعا احسن، حتى بين صرت حيزون. حلو زين، بما انه هم ثلاثة بنات وثلاثة شباب الله يحفظهم، سولف لي منو الاكثر شلع قلبك يا فريق؟ فريق الاولاد. ليش؟ يعني مو مثل البنات حقيقة يعني. شلون؟ احكينا شوية. شجع الآباء أنهم فقط يقتنعون بالبنات. لا، البنات كنز من الله، نعمة. مثلا البنية فد أمر تقوليها مرة واحدة هاي انتهت، توقف عند حد. الولد أربع خمس مرات يشلع قلبك بصراحة يعني. ليش هيك؟ زين بعد هي طبيعة الخلق هيك يعني. سبحان الله، احنا البنات مطيعات بالضبط بطبيعة الحال. تكون عندنا أمر أو طلب أو الكلام اللي يخرج من الأب والأم قانون. عندهم طاعة زيادة، عندهم ما تحب تزعل أبوها مثلا، حنينات. صح فعلا، هاي حقيقة. احنا ثلاث بنات لكن ما عندي ثلاث أخوان، احنا فريق واحد. الله يكرمك. الله يسلمك عمو. طيب منو أكثر ولد مشاكس كان عندك؟ الوسط. ايش بيهم الوسطانيين؟ ما اعرف الوسط ما اعرف. اشتكي علي عمو هنا نسمعك بالقناه. لا ما اشتكي علي، بس هو مشاكس، بس هو ابني يعني. حباب. مشاكس نص ونص. اي زين يعني. شنو احلى شيء يبدر من اولادك او بناتك؟ احلى تصرف بحيث انت من شده الفرح ما تريد تبين لهم انت ايش قد فرحان بيهم. يعني مثلا من يجيني ناجح تفوق، هاي وحده. مثلا من يجيني مسوي فد انجاز يعني بشغله، بعمله مسوي فد شيء يعني اورجينال، خلينا نقول مبتكر فد شغله. حبيبي ما شاء الله، الله يحفظهم لك يا رب. طيب المستوى الدراسي او اعمارهم ايش قد؟ والله كبير 35. ما شاء الله. يعني حضرتك عندك احفاد؟ انا جدوي. ما شاء الله، كم حفيد؟ عندي يوسف وكوثر ما شاء الله ورغد اثنين، وعندي ريان وجوان. الله يحفظهم ويرعاهم ويستر عليهم يا رب. جميع ان شاء الله. الله يحفظكم يا رب يا عمو، ويستر عليك ويخلي لك العائله الكريمه. الله يبارك فيك. الله يتولى وجهك. نسالك سؤال الحلقه. حاضر معلم. اوكي، احنا سؤال الحلقه هو لو خيروك نعطي لحضرتك خيارين وحضرتك تختار خيار وتوضح لنا ليش اختاريته. صح تم. اوكي، الاختيار يقول لو خيروك تلبس ملابس غوص الغوص وتذهب بها للعمل لمدة يوم كامل، أو ترتدي ملابس جدتك لكن بالبيت. غوص أفضل. صدق عمو؟ جدتي يعني؟ نو جدي. جدتك. أي جدتي؟ لا ما أقدر. بس حتى بالبيت؟ حتى بالبيت لا. على سبل الفكاهة؟ ولا فكاهة. احنا عاد تروح بملابس غوص للدوام؟ اروح بملابس غوص والبس وياها الدرع والبس وياها كل شيء. بس لا والله عمود قال كلش ما يخالف، احنا تربيتنا قديمه يعني. زين. ما تشاقون حتى بهذا الشيء؟ الشاقه اي، بس ما البس ملابسها يعني. ها. حتى هيك العبايه وهوسات اهلنا وحركات. تجوز عبايه ممكن اي، بس إيه ملابسها ممكن. كلها لا مو كلها، بس العبايه. عبايه ممكن اي. ممكن، ولا اروح للدوام بملابس غوص عمو ايش جراحه؟ 8-9 ساعات ما تنحمل. لا احنا الجيل الاول نتحمل. صدق؟ مثل الجيل هسه. شنو عمو؟ رايح للشغل بالشغل. ايش بينا عمو؟ دهش على ولا؟ حلو العبالي علينا. الحمد لله وشكرا. تبارك الله. بدول عيونك، شلون تشوف جيل هسه عمو؟ تعبان. من يا ناحية وليش؟ من كل النواحي. شنو السبب تحس؟ السبب انحلال. اكو انحلال. في الأولياء الأمور لو المجتمع بأكمله؟ المجتمع كامل، اكو انحلال خلقي وديني ومهني وكل. حقيقي يعني انا ما اقدر. صح عم، بس احنا يعني لو خليت قلبت موجود المجتمع التربوي البيئه الصحيحه موجوده، لكن الشر يعم. انا ما احكي على الشر والخير، الشر بالوسط على المجتمع. سابقا الحالات الشاذه مبينه ذي الشيء واضحه، هسه الحالات الايجابيه مبينه ثلاث اربع حالات. يعني تلقى 10 شباب من مو 10 100 شاب اثنين معتدلين باخلاقهم وبدينهم وبشغلهم. صح. 99 98 ما يفيدوا. فهمت. صح حقيقه يعني. صح، والمشكله انه الشباب او الرجل بشكل عام هو المرتكز الاساسي بالمجتمع. الثقل الاكثر بنيه المجتمع الشباب بالضبط، انه هو الجيل اللي يصير اب ويصير جده ويصير والاب اساس للتربيه بالعائله طبعاً. لانه يكون شديد اكثر من الام. انا بس اريد اعرف هذول الشباب جيل هسه هذا ابو التاتو وما شنو حاط اقلاد، هذا من راح يربي ولده ايش راح يعلمهم؟ شنو ما اعرف.
اسالهم انا هذا السؤال؟ لا مو بلكت بلكت ان شاء الله يعني يتغير او احد ياخذ بهذه النصيحه يغير نفسه. لذلك بلكي الله يتغير ان شاء الله. نورتني. اشكرك. يحفظ لك البنات والشباب يا رب واحفادك وحفيداتك. ان شاء الله. نورتني عمو تشرفنا. هذه هديه مقدمه من شركه اجنحه قلقامش. شوفك بخير وسلمنا عليك. موفقين ان شاء الله. عيوني هلا عمو.